صباح الخير، أرحب بمشاهدات ومشاهدي إم بي سي في كل مكان حول العالم، وأرحب أيضا بمستمعي ومستمعات إم بي سي إف إم في المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من مجموعة إنسان. ضيف الليلة فنان كبير حفل الزمان الخليجي الجميل بإبداعاته مع عمالقة الفن، وهو أحدهم دون شك، فقد زرع في معجبيه ضحكة من الصعب اقتلاعها. حضوره في الحياة مثل سحره على المسرح، حزينا لحظة ومرحا لحظات، وذكيا على الدوام. ساهم في إثراء الحركة الفنية في الكويت من خلال مشاركاته في المسرح والدراما والسينما والإذاعة، وذلك في مسيرة طويلة حافلة بالتميز والنجاح. رأي فيه أنا يا علي أنه فنان كبير مثقف، لديه جميع أدوات الأسر والسحر، وأحيانا يتوهق في أعمال ليس فيها سيناريو وحوار ولا قصة واضحة، فكان يجتهد كثيرا ليجعل أداؤه يليق بهذا النص وبذلك الحضور. ضيفي وضيفكم الفنان الكبير والقدير سعد الفرج.